السلام عليكم خوتي في الله، مرحبا بكم في قناتكم يوس برو. اليوم ان شاء الله غادي يكون معنا الدرس الثاني يعني من الكورس تاع شوبيفاي، يعني اللي بدينا ديجا حطينا فيه واحد المقدمه اللي هي مزيانه. حطينا فيه الدرس الاول كيفاش انك تقلب على واحد النيتش اللي غادي يكون مربح، من بعد انك دابا حاليا غادي تكون ديجا انك حطيتي واحد المجموعه ديال لي برودكت يعني اللي غادي يمكن لك انك تخدم بهم في هذا المتجر هذا. النقطه الثانيه ولا الدرس الثاني اللي غادي نتكلموا فيه ان شاء الله هو كيفاش ان ندرسوا هذا البروداكت هذا، يعني شكون هما الناس اللي تيكونوا تيخدموا بهذا البروداكت، يعني تناخذوا واحد التجسس يعني على هاد الناس هادو، كيفاش الخدمه ديالهم، كيفاش عاطي واحد ريزلت اللي هي مزيانه، كيفاش يخدموا هما في المتجر ديالهم، يعني تناخذوا واحد الدراسه وكيفاش غادي نتجسسوا هاد الشيء هذا. يعني غادي نشرحوه ان شاء الله في هاد الدرس هذا. فرجه ممتعه. خديت لكم واحد الموقع يعني من المواقع باش نعرفوا ناخذوا واحد المنظوريه عامه على شوبيفاي وعلى الموقع اللي غادي نعملوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني اي شخص فينا يعني تيشاهد يعني هذا الفيديو هذا يعني غادي يكون عنده واحد المتجر يعني بحال هذا. عطيتكم اي اكزومبل باش نعرفوا شنو غادي نديروا يعني في هذا شوبيفاي هذا. فوالا يعني هنا على سبيل المثال يعني خدينا هذا الموقع هذا. كيف تلاحظوا معايا اول شيء تيكون واحد لوغو، يعني هذا اللوغو هذا تيكون ضروري يعني في المتجر ديالك. يعني اذا ان شاء الله حتى هو غادي نشرحوه يعني في الكورس ديالنا، يعني كيفيه انشاء يعني اللوغو ديالك. ما بغيتيش تصايبو يعني كاين بزاف الطرق باش انك تاخذهم يعني من فايفر يعني باش تشريهم ولا من موقع ديال الخماسات. دونك عندنا هنايا بزاف ديال لي بوطون، يعني كاين لي كاتيغوري اللي غادي تكون ديال هادشي ديال الاغلفه ديال الهاتف، يعني كاين الايفون، كاين سامسونج، كاين هواوي، كاين اوتر لي زاكسيسوار، يعني كاين بزاف ديال لي موديل الا دخلنا اليوم هنايا. دونك كي تلاحظوا معايا كاين ال جي، كاين سوني، كاين يعني كاين بزاف ديال الهواتف. دونك هادشي كامل غادي ان شاء الله غادي نطرقوا ليه وغادي نشرحوا بحال هادشي هذا، يعني هاد لوغين هادي كذلك. هاد البار هادي ديال دو برودوي ايتيغال فري شيبينغ بطبيعة الحال، يعني الا خديتي معدنا جوج ديال لي برودوي يعني غادي نديرو لك الفري شيبينغ يعني فابور غاتوي مجانا. دونك هاد لي بار هادو تا هما غادي نشرحوهم ان شاء الله. دونك هنا غادي نشوفو هنا هاد السيد هذا كيفاش نشا هاد المتجر هذا، يعني شوف لاحظوا معايا يعني واحد المتجر اللي مزيان بطبيعة الحال، يعني هادشي كامل غادي نشرحوه ان شاء الله. غنشرحو هادشي كامل وغنشرحو شي حاجه اللي حسن من هادشي هذا. فوالا حتى هادشي هذا غنشرحوه، هاد لي بوطون كامل غادي نشرحوه ان شاء الله كيفاش غادي نخدمو هادشي كامل. دونك انا بغيت نوريكم غير شي حويجات هنايا باش تعرفوا كيفاش غادي تكون الخدمه ديالنا يعني في هذا الكورس هذا، يعني غيكون على هذا الشكل هذا بطبيعه الحال. الا دخلنا مثلا لهذا الغلاف هذا، هنا ملي غادي تكون مثلا غادي تجيب ترافيك، مثلا لك تجيبو مثلا من الانستغرام ولا تجيبو مثلا من الفيسبوك ادس، دونك يعني راه اي زبون جا ودخل غيدخل هنا اوتوماتيكمون ديريكت. الا كنتي درتي مثلا غير هذا الغلاف هذا، بغيتي غير هذا الغلاف هذا اللي بغيتي تبيعو نتا مثلا من واحد الدوله محدده. هنا كيف تلاحظوا معايا كاين واحد البوطون هنا يعني اللي تيكون حاط فيها كلشي، يعني هذا الزبون هذا كاين اللي تيكون عنده مثلا كيف تلاحظوا معايا الايفون، كاين الايفون 5، كاين الايفون 5S، كاين الاس او، كاين 6، كاين 6S، كاين 6، كاين 6 بلس، كاين الايفون 7 كذلك، كاين سامسونج جالاكسي، كاين بزاف. الا كليكيت هنا دونك غيطلع لينا هنا الجالاكسي بطبيعه الحال. فوالا كيف تلاحظوا معايا هادشي كامل تاو غادي نشرحوه، غادي نشرحوا كيفاش غادي نديروا الايماج، كيفاش غنديروا هاد الحويجات هادو. هادشي ساهل الاخوان، يعني ما يبانش لكم راه شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف، حيت ان شاء الله غادي نشرح لكم هادشي كامل. يعني كاين لي زابليكاسيون اللي غادي نحطوهم ان شاء الله يعني في المتجر ديالنا، هما اللي تيقوموا بهاد الاعمال. يعني كل ما عليك انت هو اختيار ديال المنتج، تكتب الاسم ديالو اللون اللي بغيتي يعني هنايا وتيدير اد تو كارت بهاد الوتيره هادي. فوالا هنايا شحال تيسوى 24.90. الى جينا 24.90 يعني شوف معايا هنا مزيان، شوف معايا هنا فوالا، هنا كاين شيبينغ، شيبينغ 5 دولار، يعني تزيد لك 5 دولار، يعني 29 ولا 29.90 بحال 30 دولار، يعني هاد الغلاف غناخدو ب 30 دولار. القضية تا هي غادي نشرحوها، يعني كاين واحد يعني واحد التقنية اللي غادي نخدمو عليها ان شاء الله. حنا غادي نحاولو نلعبو على شي حويجات اللي هما زوينين الاخوان، ان شاء الله تبعو معايا هاد الكورس هذا وان شاء الله غادي نوصلو لداك الشيء اللي بغينا. فوالا داكوغ، دونك هادشي كامل غادي نشرحوه. انا وريتكم غير هاد الحويجات هادو،
فوالا هنا كذلك تيكون دي برودوي وهادشي كامل غادي نشرحوه هاد لي فوتو هادو. شوفوا معنا كاين عنده الصفحه ديالو كاين الانستغرام كاين تويتر كاين الصفحه ديال البنتيراس يعني هادشي كامل كاين عنده. دونك تعال نشوفوا مثلا الصفحه ديال الفيسبوك ديالو. لاحظوا معايا اللوغو ديالو تيبقى ديما هو جو كيس فوالا يعني عنده تقريبا اكثر من 2 مليون و 2370 واو عنده الناس هنا بزاف. فوالا هذه الصفحه ديال لاباج ديالو ديال الفيسبوك كاينه هنا كذلك حتى هو تيخدم بها. لاحظوا معايا هنا كيخدم بها تيخدم بالرابط ديال الموقع اللي شفنا دابا حاليا. فوالا هذا الموقع ديال الفيسبوك ديالو. تعال نشوفوا الانستغرام. الانستغرام ديالو عنده 5000 متابع اللي عنده في الانستغرام يعني عنده الناس بزاف. واحد القضيه الاخوان يعني راه هنا الانستغرام الا كان عندك واحد الناس يعني هنا راه الترافيك تولي عندك ترافيك فري يعني تتولي تبيع وتشري مع الناس هنايا يعني بواحد الطريقه خياليه يعني راه ما عندك ما دير بالفيسبوك ادز ولا شي حاجه. الا كانت عندك صفحه مزيانه ومحركه وخدامه يعني بالدارجه ديالنا بطبيعه الحال يعني هنا لاحظوا معايا الا كان عندك شو هنا كاين عنده واحد التفاعل اللي هو مزيان يعني راه عنده 6906 ديال الناس اللي داروا ليه يعني جام 133 تعليق يعني راه مزيان يعني هاد الناس الا شرات غير واحد 50 ولا 100 ديال الناس يعني هاد الغلاف هذا راه شي حاجه اللي هي مزيانه يعني الترافيك ولا عندك فري يعني شي حاجه اللي هي مزيانه. لاحظوا معايا 3000 كا 12 كا فوالا يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف. فوالا الانستغرام مزيان فوالا يعني شي حاجه اللي زوينه يعني حتى هو خدمتي ليه بيان سور غادي تكون شي حاجه اللي زوينه. فوالا ندوزو للتويتر. التويتر كيف تلاحظوا معايا يعني عندي 1665 ابوني اللي عنده في تويتر يعني حتى هو لي ميم شوز يعني ضرب أغلفة ديال الهاتف بطبيعة الحال يعني مهتم أغلفة الهاتف يعني شي حاجة اللي زوينة بزاف. فوالا ندوزو للصفحة ديال بنتيراس. فوالا شحال عنده 5K ديال لي زابوني بطبيعة الحال حتى هو غيكون فيه أغلفة ديال الهاتف مزيانة. فوالا يعني هاد الحوايجات كاملين يعني تيساعدوه بطبيعة الحال انه باش يجي عنده مثلا يعني باش يجيب الترافيك يعني الموقع ديالو. فوالا شي حاجه اللي زوينه بزاف. هادشي كامل الاخوان غادي نشوفوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نشوفوا هاد القضيه ديال السله بطبيعة الحال ملي تيدخل واحد الشخص و تيدخل مثلا دو برودوي ولا ان برودوي تيدخل مثلا هاد البرودوي هذا كيف لاحظتوا معايا هنا كاين عندي دو برودوي هنايا اللي درت ليهم ديجا شفتهم ودرت اد تو كارت. دونك هادشي كامل غيطلع عند هاد السيد هذا اللي خدام بهاد الموقع هذا يعني كيقول لي كاين واحد السيد كذا كذا راه دخل ودار وهادي وهادي وهادي. فوالا يعني هادشي كامل غادي نشرحوه ان شاء الله تابيتا. فوالا يعني هادشي كامل غادي نعرفوه ونعرفو كيفاش انك تتعامل مع هاد الكليان اللي دخل وما شراش وعلاش ما شراش يعني غتبقى متابعو يعني تتسمى لي سويفي. فوالا يعني هاد الحوايجات كاملين غادي نشرحوهم ان شاء الله تابيتا بالاخوان يعني وغادي نديرو واحد الموقع اللي غيكون ان شاء الله احسن من هذا بطبيعة الحال يعني من ناحية التام من ناحية لي بوطون اللي كاينين من ناحية لي فوطو من ناحية بزاف ديال الحوايجات باش تخلي داك لي كليون اللي غادي يدخل الموقع ديالك انه تيق في الموقع ديالك بطبيعة الحال وغيخدم ان شاء الله بواحد الخدمة اللي غادي تكون مزيانة. نقطة أخيرة اخواتي في الله يعني في هذا الفيديو هذا يعني غادي نقول لكم بأن أي شخص يعني تقدم مثلا هذا الموقع هذا مثلا موقع يعني اللي غادي تصايب ان شاء الله يعني تيتقدى عن طريق الباي بال. فوالا حنا يلاه كناس اللي تيبداو مثلا حيت كاين بزاف ديال الابناك ولكن دوك الابناك باش انهم يقبلوك يعني كاين بزاف ديال الشروط اللي خاصينك يعني باش انها تكون موفره عندك. دونك دابا حنا ملي تتبدا يعني بشوبيفاي يعني كاين عندك الباي بال بطبيعه الحال يعني تيصيفطوا لك في الباي بال تيجيو الفليسات ديالك في الباي بال وانت تصيفط لي برودوي اللي طلبوهم بطبيعه الحال يعني من المتجر ديالك. فوالا هذه هي النقطة نقطة أخيرة يعني وغادي نختم إن شاء الله. يعني اللي كنت بغيت ندوي عليها هو أن ما غاديش نسرعوا باش أن نسجلوا يعني في المتجر. فوالا دابا غير تنط دير واحد الورقة وستيلو حطها حداك واحد المذكرة وكتب وحط الأفكار
وان شاء الله من لواحد السيمانه غادي نخدموا ان شاء الله واحد الخدمه اللي غادي تكون زوينه. سينو لك غادي تزرب نقول لك مالي انا حبس هذا الفيديو هذا، ما عندك ما دير بهذا الكورس هذا كامل اللي غادي نشرح لك.